شو بعدك معجوق بهالوراق؟ هلأ صوت الجرس قوي كتير، يعني مستحيل يندق وما يسمع بكل البيت. ليه عم تحكي هالحكي؟ لأنه راوية قايلة هون إنه جرس اندق بعد ما إجا جاد وتخانق مع أمه. إيه شو يعني؟ يعني راوية عم تكذب، وأنا لازم أعرف ليه راوية عم تكذب. يلا خلينا نروح نشوف بابا شو بده، تأخرنا عليه. مش معقولين انتو شو هالعيلة البردة؟ ما عندكن ولا شوية حشرية تعرفوا مين قتل سناء؟ يعني حتى لو بتكرهوها، لو بسين اللي ماتت كان لازم تحبوا تعرفوا مين. فكرنا كتير وخلصت القصة، الله يرحمه. مش جاد هو اللي قتل، والقاتل موجود بيناتنا. هالشي ما بيخليك تخافي او تنزعجي شوي؟ ما بدي افكر بالشي. مثل ما قلت لك، مين ما كان القاتل خلص خلصت القصة. قلت لك 100 مرة خلينا نرجع على البيت، هذا اللي كان بيريحنا. بتعرفي شو حاسس؟ حاسس انه كلكم مشتركين بهالجريمة، وريتا ونجوى معكم كمان. معقول كلنا بنعرف وانت الوحيد اللي مش عارف بهالجريمة؟ ولا حتى حاولنا نشاركك بهالمؤامرة الخطيرة؟ خلينا نمشي يلا. شو هالعائلة انتو؟ عائلة معقدة ومركبة بطريقة مرضية وبتخوف. بس حلوين ماشي؟ يلا الحق. بس ما بفهم ليه حضرتك مصرة على الموضوع. انت عملت اللي عليك وخلص. حاسة حالي غلطت مرتين وبالمرتين من دون قصد. أول مرة لما عملت الحادث وما قدرت أشهد بالوقت المناسب، والتاني لما رحت عند الجماعة وخبرتهم. أول مرة بفهمها، بس تاني مرة لا، انت ما غلطتي بشي. حاسة إني وترت الجو عند أهله لجاد، ويمكن عملت شي ما كان لازم أعمله، خاصة إنه ما بعرف إذا شهدت كافية لبراءته. هلأ المهم، أنت مأكدة إنه جاد بريء ما هيك؟ هو طلع معي من الساعة 7:05 للساعة 8:10. إيه بس المسافة اللي قطعتيها ما بدأت تاخد أكتر من نص ساعة. بتذكر كان هوا كتير وكانت الدنيا عم بتشتي، ورحنا من طريق ما كتير بعرف هو دلنا عليه، فكنت عم سوق على مهل. طيب وذكرى شو قال ليك؟ بتذكر إنه حكي كتير وخبرني كيف صار مديون وماضي على حاله سندات أمانة، وإنه طلب المساعدة من أمه وبزور لعطيته مصاري. وانتي شفقتي عليه؟ طلعتيه معكي ووصلتي؟ إيه. دكتور أمل ما عم بفهم، دكتورة مثلك هيك يعني مين ما بتلتقى فيه على الطريق بتطلعه معه وبتوصله؟ لا مش هيك، بس هيك صار، طلب مني وصله ووصلته. طيب انت ذكرى لوين وصلتي؟ لانه مثل ما بتذكر كان معه مصاري لما طلع معك. لما هيدا الغريب بالموضوع، هيدا الشيء اللي ما عم بفهمه، لانه امبارح رحت على الطريق يلي نزل فيها جاد ما لقيت شيء، لقيتها فاضيه، مش انه في عمار ومهجور، لا لا فاضيه تماما. متاكده؟ متاكده. مش انت اللي قلتي انه الباب اندق بعد ما فل جاد بشوي؟ ما بتذكر قلت هيك شيء. أنا من بعد ما راح جاد نزلت لحتى ياخذ مصاري من عند أمي. عمي تراوية وقفتني على باب مكتبها وهي عطتني، قالت لي ما تفوت لعندها هي معصبة. بتذكر إنك قلت هالشي وأنت ظاهر من البيت، مرقت من حدك سيارة مسرعة شوي وطرطشتني واضطريت أرجع فوت على البيت لحتى أغير تيابي. مزبوط رامز،
لوين بدك توصل؟ للحقيقة. فيشي مشكلة بكلامي؟ لا أبدا، بس قبل شوي اختلفنا على الحقيقة وفتنا بنقاش طويل عريض. هيدا لغز بده حل. نادية نادية، إذا بتريدي نحن بعد ما قررنا نستلم القضية. أنا مساعدة لكل التكاليف، قلي بس قدي بدك دفع أولى. دكتورة أمل بترجيكي، الموضوع مش موضوع مصاري. أنا بعد لهلأ مش عم بفهم ليه مصرة تلاحقي الموضوع، ليه عم تدخلي حالك بالقصة؟ أستاذ مراد، أنا ما رح أترك الموضوع، وإذا أنت ما رح تاخد القضية أنا رح شوف حدا تاني. رجيكي دكتورة أمل، تفضل ارتاحي لحتى نتناقش بالموضوع سوا. تفضل. دقيقة بس، ما بتتذكري إذا الباب اندق أكيد أو لا؟ أنا سمعت الباب انفتح، كنت مرقة بالأنتري ومبلشي أطلع على الدرج. وما التفتي لتشوفي مين اللي رجع؟ لا، قلت لحالي أكيد إجا حدا. ما قلتي لحالك بركي جهاد اللي رجع؟ لما إجا جهاد أول مرة أنا فتحت له، لأنه كان ناس المفتاح. إيه مزبوط، وقتها كلنا سمعنا الجرس وسمعنا الخناق كمان. أنا ما سمعت صوت خناق. سناء كانت مخبرتني إنه ما عم تعطيه مصاري أبداً، منشان هيك لما التقى معه مصاري عليا ختم البنك تبعنا قلت أكيد هو اللي عمل عملته وأخذ المصاري. لا، هي عطته بس مش قد ما بده، مشان هيك كان عم بيصرخ وعم بقول بده يرجع لياخد بعد. هي ما خبرتك لأنه كنتم متفقين إنه ما بقى تعطوه. يعني يبقى نعرف مين اللي رجع. معقول حماتي يكون عندها عشيق؟ ناديا. نعم استاذ. بنتي شو قصتك انت؟ صالي على الباب؟ نقصتيني. هيدا لأنه هو المكتب شي كتير كبير على اساس. هيدا كل شي عنا اياه بخصوص قضية جات؟ معلي فيني اقول شي؟ لا، اذا هيك ما رح اقول. لا قولي، خلصيني بقى. كل هالملفات والتحيات ما قالها عازي، بدنا تحقيق جديد. والله شو؟ هول بيفيدونا بس لحتى نقارن بين أقوالهم، بس هول كلهم رفع عتب لأنه أصلاً تهمة كانت مثبتة على جاد وما كانوا مفكرين بحدا تاني. يا الله، ليه عم تطلع فيي هيك؟ إذا عم بحكي شي غلط تفضل قلي. عم تحكي غلط؟ أنه لا، مش عم تحكي غلط، هيدي كلها تحقيقات قديمة والكل بيعرفوها، ما بدها تنايم مثلك يحكوا فيها. شوفي نادية، ممنوع تتدخلي، تعملي بس اللي بقلك عنه أو بطلبوا منك، فهمنا؟ حاضر. بس أنا رح تطلب مني شي ما هيك؟ يا أكيد رح أطلب منك. أول شي رح أطلبوا مني ما تتدخل، يعني شي عمليلي في جناحوي. يعني معقول كانوا يفكروا مثلنا؟ كانوا يحبوا مثلنا؟ ايه، مش بني ادمين مثلنا مثلهم؟ بعدين كتير من حروب التاريخ سببها نساء. انتو الرجال قايمين قيمتكن على النسوان، ما بعرف، كأنه معتبرين المرة شي تاني، غير نوع، غير جنس، انه كأنه ما عنده شي غير تفكر فيكم أو تسيطر عليكم. أنا بحياتي ما فكرت بهيك شيء. يعني ولا مرة وحدة سيطرت عليك؟ ولا حتى المدام؟ بحسها كتير قوية وقادرة الست سناء. من زمان ما في علاقة بيناتنا، لا سيطرة ولا غير شيء.
اف لهالدرجة؟ طب ليه عايشين بعدكم مع بعض؟ هيك تعودنا على بعض. بعدين منيح هيك قدام الناس. يعني معقول حدا بشخصيتك ووسامتك ورجوليتك يكون عايش كل هالفترة من دون علاقة؟ مش لهالدرجة، أنا عادة ما بحب العلاقات العابرة. بعدين مش حلو أترك سناء بعد هالعمر. مش ضروري تتركها. غريب أمرك ريتا، أنت كنت عم بتقولي من كم يوم إنه كأنه في شيء عم يبدأ بينك وبين قصي، وكنتي متفائلة وفرحانة بهالشيء. على أساس إنه يبدأ، بس ما بدأ. معقول يبدأ؟ وقصي على كل حال بيلبق لك، شاب مثقف وهادي ورايق، وكان عم بيلمح من كم يوم إنه ناوي يخطبك. عنجل، انتو عائلة كتير محترمة، واليوم أثبتت لي هيدا الشي. ما قدرت أثر عليك. ها يعني كنتي عم تختبريني؟ هيك شي؟ الحمد لله نجحنا بالاختبار الفظيع. كيفك أمي؟ تأخرت على الغدا شي؟ لا حبيبي، عزتك بشغلة بدي أحكيك شوي. طالما مش عم بتجاوب يعني مش فارقة معك. لا مش هيك، ما تحس من الموضوع بسرعة. بسرعة؟ الحب ما فيه تفكير قصاي. أنا موافقة، بس بدك تشوف قصتها مع بيك. قصتها مع بيي؟ أمي احكي كل شي عندك دغري وريحيني. ريتا بنت مش منيحة كتير، واليوم جربت تتقرب من بيك بطريقة كتير وقحة. هي هيك بتحكي، ما بتكون عم تتقرب ولا شي. بعدين هي قالت لي إنه بدها إياه مولّة مسلسل. أنا فهمت منها هيك شي. أنا ما عندي مانع إذا أنت بتشوف هالأمر طبيعي، بس أنا بفضل صراحة إذا بدك إياها للبنت تخطبها رسمي. أما الخطبة منا مشكلة، بس فهميني أنت ليه مستعجلة هالقد؟ قصي أنت بتعرف كتير منيح أنه أنا بحب كل شي يكون ظابط ومرتب، ومثل ما شفت ريتا حابة تكون جزء من هالعائلة. قرر وخبرني. شو رايحة؟ ايه خلصت شغل. في شيء؟ يعني معقول حدا بشخصيتك ووسامتك ورجوليتك يكون عايش كل هالفترة من دون علاقة؟ شو هيدا؟ وبعد في فيديو كمان لما انتحشت عليه للزلمة وكنت رح تغطس بيه. هلا هو ما جاوب معك لأنه محترم، بس كنت وقيحة منك. لا مش هيك قصدي أبدا، أنا وقصاي منحب بعض كتير. آه وكمان بدك أسعد يمولك المسلسل. لا لا مش هيك مش هيك، مش نتفهم غير هون.
تحصلي على اللي بدك اياه. مش انت بدك قصي؟ ما عم بفهم عليكم. كل شيء له ثمن. مش انت بدك تمويل لفيلمك او مسلسلك؟ انتو فاهميني غلط. انا وقصي عن جد في شيء كتير لذيذ بيناتنا. كتير منيح. حتى لو في شيء بينك وبين اسعد مش فارقه معي. طالما رح تدفعي. ادفع؟ شو بدي ادفع؟ إذا بدك علاقة مع هالبيت وتمشي أمورك صح، ست سنة عندها شرط وبنصحك تقبلي فيه. بالنهاية أنت الربحاني. إحنا كلنا بهالبيت ندفع ونعيش. شو بدي أدفع؟ رح قلك إياها من الآخر. إذا حابة تبقي بهالبيت لازم تنكسر عينك. شو؟ عمهلك عمهلك عمهلك. طولي بالك، ما حدا رح يعرف غيرنا. شو عم تحكوا انتو؟ ما تخافي، كرامتك محفوظة. بس أنا بحب هيك، وكل اللي بده يعيش بهالبيت بحب يكون متل ما أنا بحب. شو يعني؟ شو لازم أعمل؟ فهمي يا راوية. هي بتحب هيك، بس ما حدا رح يعرف. صدقيني انت الربحان. بس معقول هيك يعني؟ حياتي مش صايرة معي ولا حتى انت وصغيرة؟ ابدا. انت جربتيها كتير؟ اف معقول؟ ما في لزوم نعيط لخليل، ما هيك؟ بتوجع؟ هلا لل بتوجع بتوجع، بس انت ما تصرخي، ما تعطي صوت، احسن ما تجن وتضربك بزياده. مع اني قبلانه وكل شيء، كل مره وبتقطع وهيك بصير فرد من العيله مثل ما قلتيلي. بس ما قلت تتعود على هيدا الشيء وبصير كل مره بدها تعمل فيي هيك؟ يعني انت وحظك. خليك انامي هون اليوم. ما بقدر، عندي مونتاج بكره الصبح. ما بعرف ليه حاسس كل شيء مخربط بحياتي هالفتره. شيء طبيعي حبيبي، بسبب هالدكتوره يلي هبطت علينا فجأة. كان كل شيء تمام، لخبطت كل شيء. شو قصدك؟ شو قصدي؟ قصدي انه كنا بلشنا ننسى، وموت جاد قفلت على المواضيع كلها، والمصاري عم تترتب تتوزع على الكل. بتعرفي شو قالوا رامي وكارمن عن المصاري؟ قال ما بدهم شيء. قال ما بدهم شيء؟ عم بقولوا هيك قصدا تبعتوا الشبهات عن حالهم حبيبي. مش مزبوط.
هن أكثر اثنين تهمة بعيدة عنهم لأنه أصلاً ما كانوا هون. ما كانوا هون؟ هيدا ما بيعني حبيبي إنهم ما إجوا على السكت وفلوا من دون ما حدا يحس عليهم. معقول؟ ما فكرت فيها. لأنك كتير طيب حبيبي. ميت مرة قلت لك ما بحب هالحركة. حبيبي ليه صاير عصبي هيك؟ كل شي عم يزعجك مش معقول. شو مضايقك؟ معلش أنا موتر شوي هالكم يوم. طيب رح أبقى هون وبفل بكرة الصبح، أوكي؟ بتعرفي؟ أنا أصلاً نعسان شوي وكنت عم فكر نام بكير. فخلص يعني إذا أنت أحسن لك روحي. حبيبي سناء خلص ماتت وأنت ماشي حالك. بتعرف شو أحسن حال؟ نتجوز ونفل من هيدا البيت وذكرياته. عم بعرف إذا لازم فل وأنسى أو بالعكس لازم أتذكر كتير منيح لحتى أرتاح. أحلى دواء بالحياة لكل شيء هو النسيان حبيبي. نعم. قلت بجي بشوفك شوي قبل ما اروح، إذا عندك وقت شوي. أهلا وسهلا فيك، تفضلي. كيف بدي أعرف شو رح يصير؟ شو قصدك؟ أنا وقصي قررنا نتجوز بأسرع وقت ممكن ونطلع من هون. عظيم، ألف مبروك. بس قلت إنه لازم نخلص. شو يعني؟ يعني كل واحد ياخد حصته ويصطفل. معلش ريتا، هيدا موضوع عائلي بنصحك ما تتدخلي فيه من شانك. بس أنا حدا من العائلة مثلي مثل الكل. لا، أنت فينا نقول ملحق بالعائلة. في ناس مسجلين بالعائلة ولهم حقوق، وفي ناس ملحق مثل راوية ورامز وصفية وخليل ونجوى. لا عصبتي هيك، نجوى لا هي من العائلة ولا هي ملحق. ما رح تتجوزها؟ هيدا موضوع بيتعلق فيي وفيها لوحدنا، ما حدا دخله. لو كانت ست سناء بعدها عايشة كان وضعي أحسن من هيك بكتير. ليش بقى؟ لأنه الست سناء كانت معتبرتني مثلي مثل أي حدا بهيدي العائلة، بس أنتو كلكن عم تنكروا هيدا الشي. ما حدا دخلوا فيكي. ارتبطي بقصاي، مين مانعك؟ ليك دكتور أسعد، لما كانت الست سناء عايشة كانت تعامل الكل يلي بهيدا البيت مثل بعضهم، حتى يلي بقيوا هون عمالتهم بذات الكرم والحنية والقسوة كمان. قصدك انه مرضها النفسي انعكس عليك انت كمان؟ منيح يلي فهمت. هيدا ما دخلوا، انت يلي قبلتي تكوني تحت رحمتها. هيدا مش شرط، كل واحد بيقبل يكون مثل ولادها، وكمان مش شرط انه اللي ما يقبل يبطل تحت رحمتها. هيدا رامي وهيدي كارمن وجاد كان هيك كمان. انت عم تقلي هيك اصلا؟ بس أنا بدي أخذ حقي لو شو ما صار. اعملي اللي بدك إياه، أنا ما دخلني بشي، كل شي موزع عند المحامي وبشركة الحسابات. كل الحق على نجوى، صار لها 3 سنين عم تتلاعب كرمال تغير كل المعادلات بهيدا البيت، بس أنا يلي رح أكشفها. يا أهلا، أنا اشتقت لك على فكرة. تشتاق لك العافية. شو؟
ضحكت علي انت والست سناء؟ قال بدي يصير حدا من العائلة، قال كله كذب بكذب. طولي بالك ومشي لجوا نتفاهم. كشرتي مش فايتة معك لمطرح. مثل ما بدك، بس ما تنسى انه من وقت ما ماتت سناء انا لا قربت عليك ولا حكيت معك. انت يلي صار لك كم يوم عم بتحركشي. اكيد لانكن قررتوا تطلعوني برا. برا شو؟ تذكري انه قبل ما تموت سناء كنت عم ساعدك وعم قربك من قصي. يعني كنت بتعرفي؟ لو كنت بعرف انه رح تموت ما كنت قربتك منه. بدي حدا بالناقص يشاركني. من الاخر ست راوية، شو بدك؟ بدي نتفق على كل شيء. نتفق شو بدنا نقول للشرطة وكيف بدنا نتعامل مع الباقيين. ما بدي حدا يستفرد بحدا. لازم نبقى مع بعض لنخلص من هالقصة. هاي هاي، مرسي لأنك جيتي. وليد أنا هيدا التعامل ما بقى يمشي معي. أنت إذا بتروقي شوي بتشوف إنه كل شيء رح يمشي. كيف عم تصرف على حالك؟ في الأوضة المأجرينها بالبيت ومعاشه لبي الله يرحمه. هي هالقصة كلها أنا ما بقى تزبط معي. طب ماشي نحكي جوا، عندي شيء مهم بدي أخبرك إياه. ماشي. حبيبي أنا حاضر للي بديك إياه، بس بدك تعطيني شوية وقت. إذا لازم أكون صريح معي. ما سأليني لجاوبك. وين كنت امبارح بالليل؟ كنت مع رفقاتي. مع رفقاتك؟ وسكرت وقفيت فحصك قبل ما تسترسلي بالحكي. أنا مش طالع مني درس، مش طالع مني درس، يعني بدي أفتح شي مشروع. اشتغل. مشروع شو؟ انه هلا في حدا بده يساعدني. مشروع شو؟ جاوبني. محل. رح افتح محل. محل؟ محل شو مثلا؟ شاورما؟ شو قصدك يعني؟ لا مش شاورما. بعدين لمعلوماتك الست هدى بدها تحط مصاري كثير بالمشروع. ومين الست هدى؟ امه لسالم. اه الست هدى، ايه مزبوط. مش هي اللي بعتني لعندها على صالون كوافير وحرقت لي شعراتي؟ اذا انت ما عجبك شغلها مش يعني هي ما بتعرف تشتغل. آه. طيب ومحل شو بدكم تفتحوا؟ مانيكير، بيديكير، شفط، نفخ، محل شو؟ ما تتمسخري، هيدا هو الشغل بيطلع مصاري. لا ما عم بتمسخر، الشغل مش عيب، بس ما عم بفهم انت شو دخلك بهالقصص. انا ادارة، انا مدير كل شيء. بعدين مش مثل ما انت مفكرة رح نفتح مساج. والست هدى شارف انك شاطر بمساج؟ نادية أنا البزنس شايفه مع هيدي المرأة، مستقبلي معها. نادية صباح الخير دوموزيل كارمن. أهلين أبو أيمن. على أساس بتردي لي خبر مبارح مشان البيت؟ ما صح هاللين، شغلت كتير. ولا يهمك، ما صار شي.
هلأ شو رح تشتري؟ بصراحة كنت موعودة بمبلغ تكمل حق البيت، وبعدني لهلأ ما تأمن لك حقه. والله يا دوموزيل أنا بدي بيع، وما توخزيني هاي شغلة الأجار ما عاد موفية معي. طب ممكن تعطيني فرصة لبكرة؟ لبكرة؟ لا بكرة مثل ما بدك، بس الله يرضى عليك. إذا ما اشتريتي بديك تفضيلي البيت. بهالسرعة؟ جاييني شر مرتب، والله وكيلك دافع أكثر مني، بس أنا بقيان عليك لأنه أنت إلك الأحقية. على كل معك 10 أيام لتسلميني البيت عن إذنك. وياي بكير اليوم؟ وين بكير؟ صارت الساعة 10. 10 بالنسبة لأهل هالبيت بكير كتير، ما في غير قصي بيقوم بكير ليعمل رياضة، لأنه ما بيتحرك أبداً، ما بيترك البيت إلا إذا رايح يحضر شي مسرحية أو فيلم أو يشتري كتاب. ليلى تواخذيني، بس جوزك عم بيزيد علينا شوي. بشو؟ عم بشك بالكل ولحقنا على الدعسة. ما تزعلي منه راوية، شايفة وضعه عم يتسلى. إنه ما في يتسلى غير فينا يعني؟ قولي له يخفف عنا شوي. راوية، أنت ليه كنت تساعديها لماما لما كانت تضربنا وتحبسنا؟ مين كان يقدر يقول لا لسناء؟ بتذكر أول مرة جيت لعنا كان جاد كتير مريض، وجيتي بصفتك ممرضة وقتها من 17 سنة، كان عمري 25 وقتها. وشو صار حتى بقيتي معنا كل هالوقت؟ ما بعرف كيف سناء قنعتني اني ضل، الله يرحمها، بس للأمانة وقت تكون رايقة كانت تعاملني أحسن من أخت. كانت تعامل الكل منيح لما تكون رايقة، بس لما تقسى كانت تنسى حالها. مش عم بقدر نام أنا وعم بفكر، راسي عم بضل يشتغل، حاسة إني تسببت بكارثة لناس ما ذنبون. لا دكتورة أنت أبداً مانك مذنبة، فكري فيها إنه يمكن لو عطيت شهادتك قبل هيدا الشيء ما بيعني إنه جاد كان زمط. ليكي هلأ عطيت شهادتك والشرطة ما قطعتها للقضاء. إيه بس كان كل شيء صار بوقته، مش هلأ بعد سنة. بالعكس هلأ أصبت بكتير، وهلأ الفرصة إنه نلاقي القاتل الحقيقي صارت كتير أحسن. بتعرفي ليه؟ لأنه الكل صرخية وما حدا باله. أفكر روح أعتذر منهم. يا الله شفت لو محترقوا رأيك كنت رحت معك. كيف يعني احترقت رأيك؟ لا 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 لحظة شوي، لا لا ما احترق شيء. ليكي رح روح معك، معك سيارة؟ لا. أوكي منروح معي. أكيد؟ لك إيه أكيد، رح أترك له نوت للأستاذ. إيه؟ أوكي. رامز برأيه أنه كانت مريضة وخلتنا كلنا مرضى، حتى أنت. أنا ما بني شي. عم فكر روح شوف حكيم نفسي هنا، شو رأيك؟ معقول، بس ما بعرف إذا بعد بيقدر يعمل شي بعد كل هالعمر. أنا شايفة كل هالعائلة مريضة ولازم كلنا نشوف حكيم نفسي هنا. هلأ أهم شي نخلص من هالتحقيق وجع الراس يلي رح يجيبه معه. صحيح، انت برأيك جاد بريء؟ رأيي؟ ما حدا بيقدر يعمل هيك إلا جاد، هو الوحيد يلي بيفقد أعصابه لهالدرجة. ما بعرف، أنا كنت شوف أنه قلبه طيب رغم عصبيته. أنا مربيته وبعرفه منيح، بيجوز يكون قلبه طيب بس مريض مثل الكل، لما يعصب وبطل يقدر يسيطر على حاله.
دكتورة أمل؟ وين راحت مع الدكتورة أمل؟ ردي نادية ردي. يعني عملت كل شيء تحافظ على سلامتها، بس مش لدرجة انك تطلقها. ما كان عندي خيار تاني. انت ما شفتك انفجرت هون بالمستشفى. رح نعمل لها صورة للرأس ولازم تخضع لاختبارات نفسية. يعني مش رح تعطيني تقرير هلا؟ تقرير شو يا دكتور عادل؟ تقرير بحالتها. انا عطيتكم تقرير. هداك التقرير بيقول انها طبيعية، وأنا بالنسبة إلي الست ما زالت طبيعية تماماً. واللي قلت لك إيه؟ ما في أي تسرب بدل إنها منها طبيعية. ألو؟ لا لا ما تعطوا شيء أبداً، أنا جاي هلأ. عفواً دكتور، أنا في عندي حالة طارئة. تفضل. شكراً.